السير إلى الله تعالى، يسير العبد إلى الله لأنه في الدنيا محتاج إلى ربي. والليل الناس تجرب، الناس ما جربت. الواحد الشاب بيمشي الحفلة ماشي في الطريق يرقص وفرحان، مجرد ما وصل محل الحفلة والصالة وكذلك الشابة يشوفوا الفنان بيغني ويسمعوه والناس مختلطين وديل بيرقصوا ومناظر، أنه مرتاح. مجرد ما تنتهي المعصية بعد ذاك تأتي الوحشة في القلب. قبل الغنية تلقاه يقول لك والله أنا ما بقدر أنوم إلا أشغل الغنية الفلانية، اسمعها بعد شوية الضايق. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران. وهكذا تمر الفتن فتتعب صاحب المعصية. وأما السائر إلى الله المستقيم فإن هذه الفتن يتصداها بفراره إلى الله تعالى. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: قال والفتن إذا أقبلت، والفتن نوعان كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فتن شهوات وفتن شبهات. والشبهات تدفع باليقين وبالعلم، والشهوات تدفع بالصبر وباللجوء إلى الله تعالى وبتذكر الآخرة. قال ابن القيم: فإذا أقبلت الفتن على القلوب فإن القلوب إن كانت سليمة فإنها تدفعها ولا تتضرر بها، وأما القلوب المريضة فهي تتأذى بهذه الفتن. قال: كالبدن السليم فإن البرد والحر لا يكاد يؤثر فيه، وأما البدن المريض فصاحبه يتأذى بأقل حر أو بأقل برد. الزول العيان تلقى طوالي يتغته ما برد ولك جيب لي بطانية لأنه عيان، أقل برد بضايقه. والزول السليم تلقاه ماشي. كذلك القلب، القلب السليم إذا مرت الفتنة فإنه يدفعها، وأما القلب المريض فإنه يتضرر بها الضرر العظيم البالغ. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد: والسير إلى الله تعالى لا بد فيه من حبسين: حبس القلب على طلبه ومطلوبه وهو الله تعالى، وحبسه عمن سوى محبوبه ومطلوبه. قال: فإذا مات العبد فإنه إما أن يخرج من حبس الدنيا، كان محبوسا في الدنيا عن الشهوات وعن المعاصي فيخرج إلى القبر فيتنعم، وإما أن يخرج من هذه الدنيا وقد كان منعما فيها فيحبس في قبره فيتعذب فيه. الزول يا جماعة يسير إلى الله سبحانه وتعالى واحد، لأن الله تعالى عنده النفع كله، وهو قادر وهو يملك الضر كله، ده واحد. وإنت محتاج للنفع، محتاج تدفع الضر، دار تبقى كويس عيام بتسأل الله سبحانه وتعالى، فقير دار مال بتسأل الله، محتاج لأمر من الأمور، عندك هم عندك ضيق بتفر إلى الله وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. اثنين، انت بتفر إلى الله وتسير إلى الله تعالى لأن السعادة في الفرار إلى الله وفي السير إلى الله، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فالجنة لله سبحانه وتعالى والنار ناره، فمن سار إليه في الدنيا بالطاعات وباجتناب المعاصي أكرمه بدخول الجنة، ومن أعرض عنه في الدنيا ولم يسر إليه عاقبه بدخول النار. ونكرر قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. دي مسألة من المسائل.